نصبر معهم ربع ساعة 20 دقيقة 25 كم كانت سريعة. شوف كيف هجموا اللاعبين تاع الأتليتيكو بعد الخداع الماكر السراق أنطوان غريزمان في أول كرة يهز الشباك في سنة 2000 و... أي 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 بابا بابا جول الخداع الماكر السراق أنطوان غريزمان في أول كرة يهز الشباك ويسجل جول لفريق أتليتيكو مدريد. خطأ فادح لا يرتكب في مباراة نهائية بل لا يرتكب في مباراة كرة القدم على هذا المستوى. سرقها غريزمان دخل غريزمان حتى بيسرى على يمين ستيف ماندندا مفتتحا مجال التسجيل. منذ حين فقط قلت لكم بأن مارسيليا قد يندم إذا لم يسجل لأن الخداع الماكر أتليتيكو مدريد بقيادة غريزمان قد يفعلها. يا أنجيزة إلا أنت يا أنجيزة ضيعتها واستلمها غريزمان وسجل جول يوني الأمر يصير خطير. بابا 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 جول غريزمان 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 جول هدفان مقابل صفر لأتليتيكو مدريد. وكأن ديغو سيميوني كان يتوقع هذا السيناريو. نصبر معهم ربع ساعة 20 دقيقة 25 وبعد ذلك نستثمر في أول خطأ وبعد ذلك ينهار وبعد ذلك ننفجر ونسجل جول ثم نسجل جول ثاني في الدقيقة الرابعة. ثنائية تاريخية رائعة من غريزمان مهاجم أتليتيكو مدريد الفرنسي الذي لم يسبق له أن لعب في فرنسا. ها هو يفعلها ويسجل هدفه الثامن ويسجل هدفه الثاني. اللعبة كم كانت سريعة. شوف كيف هجموا اللاعبين تاع الأتليتيكو بعدد هائل من اللاعبين أربعة لحقوا. دخل غريزمان غريزمان مازال غريزمان دخل تسديدة والركنية التسديدة والركنية أتليتيكو مدريد. هل ما زال لديك أمل؟ غودين غريزمان غريزمان الركنية الكرة هذه بعد هذه الرأسية من ساول نيجيز ويسجل جول لفريق أتليتيكو مدريد. خطأ فادح لا يرد يسفر أتليتيكو مدريد.